بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النهاردة بتكلم بكل منطق وعقل، وبتكلم بروح الإنسان اللي بيحب بلده وبيحب إنه يشوف هذه البلد في طريقها إلى النمو وتحقق أماني هذا الشعب المحترم اللي بننحني قدامه جميعا، اللي قرر انه يتحمل كل الصعاب عشان يحقق هدف اسمى وانبل، وهو بناء الدولة المصرية العصرية الحديثة. انا بتكلم عشان دي مقدمة، عشان اقول للناس اللي مش شايفة قد ايه احنا شفنا اشياء جديدة على شعبنا. يعني مش عايز اقول انا كراجل متخصص دكتور مهندس الشاري، الطرق اللي اتعملت في مصر وانا بسافر دول العالم كلها تعتبر من اكبر الطرق واحدث الطرق اللي اتعملت في العالم كله. طيب يعني احنا ماشيين في الاتجاه الصح. اللي حصل في الكهرباء، اللي حصل في الكهرباء اللي كانت بتقطع بالخمس وست ساعات اصبحت موجودة كهرباء وفايدة، وبعمل ربط كهربي مع دول جنبي. اللي حصل في الصحة يا جماعة ما نستهونش بيه، موضوع فيروس سي، وان مصر كل دول العالم عايزة او الدول اللي عندها المشكلة دي بتتعلم التجربة من مصر. انا بقول الكلام ده مقدمة صغيرة، لان في امور كتيرة جدا مش مجال ان انا اسرد ايه اللي تم، كلنا شايفينه وعارفينه، بس الناس اللي قلوبها سودة ما عندهاش استعداد تفهم هذا الكلام. انا بقول كده لان انا واحد من الناس عشت العصور الثلاثه من ايام جمال عبد الناصر والسادات ومبارك قبل الرئيس السيسي، وعشنا السنه السوداء بتاعت الاخوان، وشفنا قد ايه مصر كانت ممكن تروح مننا. الرئيس السيسي فعلا يا جماعه له مقومات. القائد الحقيقي اللي مش عايز شعبية قد ما عايز يخدم بلده، اللي مش عايز ثناء وشكر وتمجيد قد ما يشوف بلده بتتقدم لقدام وبيتحقق فيها على أرض الواقع، مش على كلام وصور وأفلام وأحلام، لا ده واقع يا جماعة. أنا بقول للرئيس السيسي، بقول لك كل شعب مصر وكل أهل مصر المحترمين اللي خايفين على تراب هذا الوطن في ظهرك ومعاك، وبقول كلنا وراك، لأن أنت فعلا أثبتت أنك جاي عشان تحقق لشعب، مش لنفسك، لشعب والأمة مستقبل أفضل. والهجمات المستمرة دي من الجماعة اللي بيهوا ان يحيلوا التراب ويهيلوا التراب على اي شيء مصر فيه كويسة، ده اكيد من حقد وعدم انتماء لهذا الوطن. هو المنظمات الاقتصادية والبنك الدولي وكل اللي ليهم علاقة بالاقتصاد لما يشيدوا بان هناك اصلاح اقتصادي ناجح، كلفوا آثار موجعة، ما حدش بينكر الكلام دوت، آثار موجعة، بس الشعب المصري لأنه شعب عظيم حس إني أتألم شوية عشان الراحة بتاعتي وأريح أجيال قادمة. أنا بقول لك يا ريس، وبقول يا جماعة كلنا لازم نكون وراء هذا القائد والرئيس عبد الفتاح السيسي. مش بقول كده لا مجاملة ولا ان انا متملق، ولا انا عايز، انا راجل بلغت من العمر 66 عاما ومركب 3 دعامات، وعارف ان انا ممكن اموت في اي لحظة، لكن بقول الواقع اللي عشته وشفته اول مرة احس ان هناك يعني شيء بيتعمل على ارض الواقع كلام وفعل. اما بقى الاخوة اللي عايزين يهدوا مصر، مصر مش هتتهد، موتوا بغيظكم، مصر مش هتتقبل، ومحدش هيسمع كلام الغوغاء ولا هيسمع الكلام اللي كل هدفه انه يهد بلد اسمها مصر. الحقد زاد
لان الخير ابتدى يبان وابتدى تبان بوادره. لكن بتستغلوا ان الشعب ده قاسى، قاسى، وكلنا مقرين ان الشعب قاسى، والشعب شاف ما لم يراه اي جيل سابق، ولكن كله لمصلحة وليس لهدف مؤقت زي بعض الكذابين والغوغائية والحرامية والناس اللي هم عارفين نفسهم كويس جدا ان هذا النظام ابتدى يطهر نفسه ويطهر كل الناس اللي كانوا سبب في انه يمتص جزء من دماء المصريين او خير المصريين، سواء بفساد او باي شيء او اخطاء ادارية او او او. لا، احنا بنقول لكم شعب مصر خلاص وعي، والكارثة اللي كنتوا عايزين تخلوا مصر تقع فيها في 25 يناير بان مصر تتخرب وتتحول الى صراعات ونزاعات وتبقى زيها زي الدول اللي لغاية دلوقتي ما كملتش 25 يناير، كانت دعوة محترمة غرضها نبيل، لكن سيطر عليها ناس غوغائيين عايزين يحققوا أغراض شخصية ومطامع فكرية و و و. لكن كنا محتاجين للتعديل والتغيير، وده فعلا شيء احنا قلنا يعني شيء كويس، و30 يونيو جه صح ورفع مصر وانقذها من انها تقع في هوة ما كناش طلعنا منها تاني. الدعوة للاخوة اللي بيقول لك نعمل مظاهرات ولا نعمل احتجاجات على مين؟ نحتاج احتجاجات على ان الشعب المصري تخلص من حاجة اسمها مرض فيروس سي، نعمل احتجاجات على ان هذه الامة اصبحت لها مستقبل واضح وباين، نعمل احتجاجات على اقتصاد كل دول العالم شهدت ان هو تحسن وطر. انا كمواطن لسه ما حسيتش، لكن حياتي الوقت اللي انا احس فيه، وحتى الدولة اعلنت انها في طريقها انها تصدر بعض الامور اللي تسهل بقى شوية على الناس، وده شيء مطلب جماهيري وكلنا معاه. لا اوعوا تفتكروا ان مصر ممكن جدا او ممكن لاي سبب الاسباب ان هي تمشي وراء الهدم وراء دعوات الهدم. لا، مصر ربنا اللي حميها وهو اللي حافظها وهو اللي حي ان شاء الله حيردكم الى نحوركم. وبنقول لكم شعب مصر شعب واعي، الراجل اللي ما بيعرفش يقرا في مصر ولا يكتب، لكن مخه وقلبه وعقله بيشوف وحاسس ان بلده محتاجة ان هي نحط ايدينا في ايد بعض. ومش عيب ان يبقى في اخطاء، في اخطاء تتصحح الاخطاء، وما فيش فينا ملايكة على طول، فينا ناس عايزة تصلح وتتصحح، مش عيب. لكن مصر هتفضل قوية ودعواتكم ان شاء الله ستخيب، لان الشعب المصري ده شعب عملاق، شعب اكيد يستطيع ان هو يحافظ على بلده. وربنا يحفظ مصر ان شاء الله. وكلامنا بقى الاخير لقواتنا المسلحة، انتم مدرسة الوطنية المصرية، انتم اللي حميتوا هذا الشعب، انتم اللي وقفتوا جنب هذا الشعب في احلك ايامه، وانتم ستظلوا، لان رسول الله قال كده، قال مصر ولا في رباط الى يوم الدين، والرباط اللي بيقوم عليه جيش هذا الجيش المؤمن، الجيش الوطني اللي كل من فيه هو مين الجيش المصري؟ ما هو اخويا وابن عمي وابن خالي وانتم رمز، واللي هيقرب منكم شعب مصر هو اللي هيدوسوا برجليه. الجيش المصري عنوان الوطنية المصرية، الجيش الوطني المصري هو اللي وقف جنب شعبه ويظل وقف جنب شعبه، واللي عايز ينال منه بنقول له لا العب غيرها، الشعب المصري انصح منك واذكى منك. ربنا يحفظ مصر وجيش مصر وشرطة مصر، وان شاء الله هنحقق كل املنا، وان شاء الله تفضل مصر وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.